نبص على الصورة اللي بعدها، محمد سامي بيدخن سيجارة. محمد سامي أنا شربت حشيش يا سعاد. محمد سامي على ستايل، أنا شربت حشيش. أنت بتشرب حشيش؟ لا. شايف ليه حطوك في الافتراض؟ يعني ليه فريق الإعداد حب يشوفك كده؟ لا، عشان هتلاقيه شاف على الإنترنت إني كتب في خناقتي الأخيرة مع غادة في حكاية حياتك، كتبت إني مشكلتي مع محمد سامي إنه بيشرب حشيش، فعلشان كده افترضوا؟ عشان كده افترضوا كده. طب بيني وبينك كده مفيش حد شايفنا خالص نهائي. طيب نبص على الصورة اللي بعدها. اتفضلي. محمد سامي راكب طيارة. محمد سامي أكتر واحد بيخاف من الطيارة في العالم. أنا طب بتسافر إزاي؟ أنا بسافر طول الوقت كتير قوي، ودايماً طول السنة بسافر كتير قوي، وعندي دايماً مشكلة أنا كل ما أركب الطيارة أنا اليوم اللي قبلها كله أبقى متضايق قوي، وأبقى نفسياً تعبان، وكل حاجات تحصل قدامي أبدأ بقى أفكر في إن دي إشارات. الاقي بنتي مثلا عدت من قدامي وعيطت، اقول بس اخر مره هتشوفني. الاقي مراتي بتقول لي انا زعلانه منك، اقول ايه ده، انا لو ما صلحتهاش دلوقتي هبقى هفتكر ان هي كانت بتعاتبني وانا ما فهمتش. بحس باشارات طول الوقت، بخاف من الطياره خوف، بحس ان انا هموت. طب لو بصينا بعد الشر عليك، لو بصينا من وجهه نظر تانية، محمد سامي في حته تانية غير بقيه المخرجين ولا في نفس المستوى؟ محمد سامي عنده حاجه ان هو ما بيفكرش في المخرجين خالص يا سمر. انا ما انا 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 ساعات ما بحبش اتفرج عشان ما غصب عني عيني ما يعجبنيش حاجه فاقلدها. انا بتاثر بكم مخرج اجنبي، انا ما بركزش قوي في منطقه انا فين ما بين المخرجين، لان انا حلمي ان انا اسافر وان انا ابقى بخرج في امريكا. وان يعني انا انت بتركز في شغلك بس وما بتبصش بقى انت فين من الساحة. كم واحد اللي انا بحبهم، يعني كم حد اللي انا بحبهم، بحب طب مين شغلهم. مين المصريين اللي بتحبهم المخرجين اللي انت بتشوف ان هم في اضافه وشغلهم طبعاً مميز؟ استاذ شريف عرفة. استاذ شريف عرفة بعشقه، يعني استاذ شريف عرفة. الناس التانية اللي انا بشوفها هايلين بحب شغلهم قوي. كاملة ابو ذكري. في اكتر من حد، في اكتر من اسم عشان ما انساش. ومين لما انت بتعمل عمل كويس بيكلمك يقول لك سامي انت هايل؟ استاذ وائل حسين، هو مقرب لقلبي وصديقي ومخرج كبير، واستاذ وائل حسين. طيب نطلع للفاصل واستنوا.